أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج منتصف النهار، ونتناول اليوم في حلقتنا الحضور الكبير للقضية الفلسطينية على مائدة منتدى التعاون العربي الصيني، ونتناول أيضا ما جرى في اليوم 237 من العدوان الإسرائيلي، شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة. وفي حلقتنا نتناول تداعيات إطلاق كوريا الشمالية لعشر صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي. وأخيرا نستعرض ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أهلا بكم في منتصف النهار، أنا هاجر جلال، والآن نستعرض سويا عناوين حلقة اليوم من منتصف النهار. نبدأها من بكين التي تستضيف منتدى التعاون العربي الصيني وحضور واضح للقضية الفلسطينية على طاولة الزعماء. وإلى غزة، أصح الفلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل على قطاع غزة إلى 36,224 شهيداً. وكوريا الشمالية التي تطلق 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي. نبدأ وإياكم جولة منتصف النهار من المنتدى العربي الصيني الذي طالب فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وأضاف شي خلال افتتاح منتدى التعاون العربي الصيني أن بكين مستعدة للعمل مع الجانب العربي لاستكشاف سبل حل القضايا الساخنة لتحقيق السلام وللاستقرار على المدى الطويل. إلى ذلك قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية. وأكد السيسي خلال كلمته بافتتاح منتدى التعاون العربي الصيني اليوم الخميس أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ القرارات الأممية لوقف في الحرب في قطاع غزة. لمزيد من الاستقراء بينضم إلينا من دبي تشو شوان كاتب والمحلل السياسي، أرحب بك سيد تشو. أهلا بكم، شكرا لدعوتكم. الصين وهي التنين الاقتصادي لها يعني من أقوى الاقتصادات في العالم، وهي الآن في الذكرى 20 سيد تشولي المنتدى 20 عاما على المنتدى العربي الصيني الاقتصادي، مع اختلاف القضايا السياسية وأيضا الرؤى الاقتصادية، ما هو القادم في هذه في الأجندة في هذا المنتدى؟ طبعا أعتقد أن نعرف أن المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي قد يجذب أنظار وسائل الإعلام العربية بشكل كبير، لأن كان على الرغم من أن المؤتمر على مستوى الوزراء، ولكن نعرف أن 4 قادة من الدول العربية قد شارك في المؤتمر، وذلك يثبت أن الدول العربية تهتم بتحسين وتعميق العلاقات الاستراتيجية بينها وبين جمهورية الصين الشعبية. وفي هذا الصدد أعتقد أن التعاون العملي بين الصين والدول العربية قد تمتد إلى مجالات جديدة. على سبيل المثال، فكان التعاون بين الجانبين يركز على النفط والغاز الطبيعي وبناء البنية التحتية، ولكن عندما
نقرأ خطاب رئيس الصين شي جين بينغ، فنجد أن مجالات التعاون قد يمتد إلى كثير من المجالات الأخرى، على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء والزراعة الحديثة وغيرها من المجالات الأخرى. وهذا يثبت أن العلاقات بين الصين والدول العربية قد تحسنت بشكل تدريجي، وخاصة بعد أن الصين قد تلعب دورا أكبر في منطقة الشرق الأوسط. فنعرف أن الصين قد نجحت في تحقيق الوساطة بين السعودية وإيران في مارس العام الماضي، وذلك يساعد على تحسين الوضع في منطقة الشرق الأوسط. فنعرف أن كل من السعودية وإيران دورة قوية وكبيرة في هذه المنطقة، فإذا يتحسن العلاقات بين الدولتين فهذا لا يصالح البلدين فحسب، بل يصالح جميع الدول في هذه المنطقة، لأننا نعرف أن الاستقرار هو أساس لتحقيق التنمية. فلهذا الصدد أعتقد أن الدول العربية تسعى وترغب في تحسين العلاقة مع جمهورية الصين الشعبية، وبالمقابل أعتقد أن الصين ستقدم مزيدا من الفرص التنموية للدول العربية حتى يستفيد بعضها البعض. نعم. طيب سيد تشو، ذكرت بأن قامت الصين بالوساطة في ما يخص الملف أو المشكلة ما بين إيران ودولة الإمارات، هل بتعتقد بأن سينتقل أو تنتقل الصين إلى مرحلة أعمق وأبعد فيما يخص القضية الفلسطينية، هي تشجب وتعترف بالدولة الفلسطينية وتقر بها بالفيتو الصريح، هل ستقوم بذات الدور في القضية الفلسطينية بوساطة يعني عربية أجنبية للوصول إلى حل الدولتين؟ نعم طبعا، أعتقد أنكم قد قرأت أن هناك بيان مشترك خلال المؤتمر الوزاري العاشر حول القضية الفلسطينية. فطبعا أعتقد أن الحكومة الصينية قد أرسلت مبعوث الخاص بشأن منطقة الشرق الأوسط إلى هذه المنطقة لإجراء جولتين من المشاورات، وذلك من أجل توسيع أو توصل إلى الآراء المشتركة بهذه القضية. وبالإضافة إلى ذلك، كما أعلن رئيس الصين شي جين بينغ أن تقدم مزيدا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من أجل تخفيف معاناة الشعب المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، فتدعو الحكومة الصينية مرارا وتكرارا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، الصين ستدعم عقد مؤتمر بمشاركة أوسع وبمصداقية أكثر وبفاعلية أكثر، وذلك من أجل تحقيق السلام في هذه المنطقة. طبعا نعترف بأن تحقيق هذا الهدف صعب جدا في الوقت الراهن، وذلك بسبب العملية العسكرية البارية بسبب إسرائيل وبسبب الدعم القوي من قبل الولايات المتحدة. ولكن أعتقد أن الصين ستستمر في تقديم المساعدات لحل القضية الفلسطينية، وذلك من خلال حل دورتين، لأنه أعتقد هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام واستقرار في هذه المنطقة، مهما بالنسبة إلى إسرائيل وبالنسبة إلى الفلسطينيين. فطبعا الصين ستستمر في تقديم مساعداتها مع الدول العربية الشقيقة والصديقة لتحقيق هذا الهدف بأقصى جهودها. طيب ضيفي الكريم، في الكلمة الافتتاحية للرئيس الصيني وأيضا في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هناك اتفاق وتقارب كبير في الرؤى فيما يخص القضية الفلسطينية. تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مفتاح الحل، وهو المفتاح الوحيد أن تحل القضية الفلسطينية من جذورها بحل الدولتين وإرساء السلام، هو السبيل الوحيد. وتتحدث معي الآن عن أن الصين ستقوم بدور أكثر فعالية في الفترة القادمة كوسيط ولاعب أساسي ومحرك للسلام في المنطقة. ما هي الاستراتيجية التي تقرأها من وجهة نظرك التي ستقوم بها أو تفعلها الصين من أجل حل الدولتين؟ طبعا نعرف أن الصين قد طرح
مبادرات الأمن العالمي ومبادرات التنمية العالمية ومبادرة الحضارات العالمية. وأعتقد أن كل هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق الفوز المشترك والتعاون المثمر، ولكن هذا على أساس السلام والاستقرار في المنطقة. أما في الوقت الراهن نعرف أن قطاع غزة يواجه عدد كبير من التحديات، لأن استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية في هذه المنطقة. وفي الوقت الراهن أعتقد أن الصين ستحث الجانب الإسرائيلي على وقف إطلاق النار بشكل أولي، لأن هذا من أولوياتها لتخفيف الوضع المتوتر في هذه المنطقة. إذا استمرت الحرب في هذه المنطقة فلا نستطيع أن نحقق أي تقدم أو أي تنمية أبدا. نعم، فطبعا أعتقد أن الحكومة الصينية ستدعو إلى عقد مؤتمر السلام بشكل أكبر وبمصداقية أكثر، لأن هذا لا يحتاج إلى جهود الدول العربية الشقيقة فحسب، ولا يحتاج إلى الجهود الصينية فحسب، بل يحتاج إلى جهود من قبل المجتمع الدولي، أعتقد بما فيها الولايات المتحدة والدول الغربية. لأن المجتمع الدولي من الضروري أن يبذل أقصى جهودها لتخفيف الوضع المتوتر الراهن في قطاع غزة، وتحث إسرائيل على وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، لأن العملية العسكرية لا تؤدي إلى السلام أبدا. الحقائق قد أثبتت ذلك، ولكن حل دولتين هو الطريق وهو السبيل الوحيد لحل القضايا الساخنة في هذه المنطقة. نعم، فربما هذا نحتاج إلى مجتمع. أريد أن أعقب على أيضا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. عندما تحدث عن ليس فقط حل الدولتين هو العلاج السحري، ولكن أيضا هناك جهود لابد أن تبذل على مجالات مختلفة، ومن أهمها طبعا إنقاذ قطاع غزة من المجاعة بإنفاذ المساعدات الإنسانية التي أصبح يعاني الكثير من الفلسطينيين من نقص الأمن الغذائي. هل سيكون للصين دور في هذه القضية أو هذا الملف؟ طبعا أعتقد أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعلن أن الصين ستقدم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتقدم مزيد من المساعدات العاجلة إلى هذه المنطقة أيضا. ولكن أعتقد أن هذه المساعدات ليست كافية، لأن الحرب الصراعات في هذه المنطقة تستمر، ولا يستطيع أن نوقف على هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية في الوقت الراهن. فربما هذا يساعد على تخفيف معاناة المحليين إلى حد ما، ولكن لا يحل المشاكل الجذرية. المشاكل الجذرية ألا وهو يعني تجاهل حقوق الفلسطينيين في هذه المنطقة، وهذا يحتاج إلى الجهود المشتركة من قبل عفوا المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في هذه المنطقة، لأن وقف إطلاق النار من أهم شيء في الوقت الراهن في هذه المنطقة. كيف يمكن سيد شو الوصول إلى وقف لإطلاق النار؟ يعني العدوان مستمر، وأيضا الاعتداءات على خيام النازحين أمام أعين العالم، يعني في الوقت الذي يعلن فيه انطلاق المنتدى 20 والاصطفاف، والعالم يصطف، والأربع قادة دول عربية جاءوا محملين بهموم القضية الفلسطينية. هل بتعتقد يعني على هامش هذا المنتدى سيخرج هناك آلية عمل، أو سيخرج هناك مفاهمات مواثيق معينة فيما يخص يعود بها القادة العرب إلى المجتمع أو إلى المنطقة الشرق الأوسط فيها نوع من بادرة الأمل؟
أعيد عليك السؤال مرة أخرى سيدة شو، هل بتعتقد يعني بنتحدث الآن عن مشكلة القضية الفلسطينية، عاد أربع قادة دول، ذهب أربع قادة من الدول العربية محملين بالقضية الفلسطينية وبهموم القضية الفلسطينية، أعتقد بأنه لابد أن يعودوا وفي حقيبتهم شيء لحل هذه الأزمة، هل سيخرج المنتدى بأي ورقة تساعد في حلحلة أزمة فلسطين؟ هل أنت معي سيد شو؟ تم إصدار البيان المشترك بشأن القضية الفلسطينية خلال المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي. نعم، أعتقد أن الصين والدول العربية ستعملان على تخفيف الوضع المتوتر في هذه المنطقة وستبذل أقصى جهودها لتحقيق وقف إطلاق في قطاع غزة. نعم، أعتقد أن هناك ورقة من قبل أحد المؤتمر الوزاري في الوقت الراهن، ولكن كيفية تنفيذ هذه الورقة تحتاج ليس بجانب الصين وبجانب الدول العربية فحسب كما قلت قبل قليل، هذا يحتاج إلى الجهود المشتركة من قبل المجتمع الدولي. نعم سيد شو، أريد أن أنتقل معك إلى الموضوع أو الشق الاقتصادي. الصين يعني بضائع الصينية هي تملأ الأسواق العربية وأسواق منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن هناك صناعات كبيرة للصين موجودة على الأراضي المصرية. هل بتعتقد بأن هذا المنتدى سينطلق إلى آفاق أرحب وأوسع في التبادل التجاري والتعاونات الاقتصادية ما بين البلدين، ما بين مصر والصين؟ أعتقد أن العلاقات بين الصين ومصر قوية جدا منذ القرن الماضي، وكما نعرف أن مصر هي الدولة العربية الأولى تعترف بجمهورية الصين الشعبية، فهذا يثبت أن لدينا صداقة قوية. أما بالنسبة في التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، فطبعا أعتقد أن الصين سترغب في تقاسم فرص تنموية مع مصر، فشهدنا يعني هناك عدد من المشاريع الضخمة في مصر، مهما كان العاصمة الجديدة أو مهما كان يعني بعض المشاريع التنموية لتحسين البنية التحتية في مصر، وأعتقد كل هذه المشاريع ستساعد مصر على تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل تدريجي. نعم، وبالإضافة إلى ذلك تقدم هذه المشاريع مزيد من فرص العمل للمحليين أيضا، وفي هذا الصدد أعتقد أن مصر ستستفيد من مبادرة الحزام والطريق إلى حد كبير، وبالمقابل أعتقد أن مصر ممكن أن تصدر مزيدا من البضائع المشهورة إلى الصين. على سبيل المثال نعرف أن البرتقال في مصر مشهورة جدا، فربما يعني الشعب الصيني سيحب البرتقال من مصر، فأعتقد أن هناك آفاق مشرقة للبلدين وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية. سيد تشو شوان المحلل والكاتب السياسي، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من دبي. مستمرون وإياكم في فقرات منتصف النهار وإلى غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36,224 شهيدا وأكثر من 81,777 مصابا. وأضافت الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية، وصل منها المستشفيات 53 شهيدا و357 مصابا، وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام وفي طرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
لتحليل أوفى بينضم إلينا من القدس المحتلة أحمد صفدي الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بك سيد أحمد عبر شاشة منتصف النهار. تحية زميلة لك ولجميع المشاهدين الكرام للقاهرة في القاهرة وفي الوطن العربي وأينما يوجد. سيد أحمد، يعني أعتقد أنه ما يحدث الآن في الخيام واستهداف خيام النازحين هو جرم إنساني كبير، يعني أنا أشاهده أمام العالم. وفي ذات الوقت في انسحاب اليوم جاءنا من مراسلنا من خان يونس يوسف أبو كويك بأنه كان هناك انسحابات وصفت بأنها انسحابات ليست كاملة من منطقة جباليا. ماذا يريد جيش الاحتلال؟ الأصعب من العمليات والجرائم وحرق الفلسطينيين بعد قتلهم وقصفهم وتقتيلهم وتجويعهم يذهب إلى حرق الفلسطينيين، والمصيبة الأكبر هي الكذب، كذب الاحتلال الذي يدعي ويقول بأنه أطلق صواريخ تزن إلى 17 كيلو ليكذبها الإعلام الإسرائيلي ويقول أن وزن الصاروخ أكثر من 117 كيلو، وبالتالي أكثر من 90% أكاذيب، فضلا عن الإدارة الأمريكية التي تقول لم تتجاوز إسرائيل خطوط الحمراء. رغم كل هذا القتل والتقتيل والحرق لأجساد الأطفال والنساء، هذا الصلف الأمريكي الإسرائيلي الذين ادعوا بأنه يوجد مقاومين اثنين استهدفوهم وقتلوا كل هؤلاء الأبرياء ولم يشاهدوا. يعني أؤكد على كلامك يعني سيد أحمد، ونحن نعرض الآن على الهواء المشاهد التي تم يعني الوصول إليها اليوم من القصف. يعني لو إذا تحدث الجانب الإسرائيلي كما على حد تعبيرك بأقاويل كاذبة بأنها ليست بهذه القوة أو بذلك القصف، حجم الدمار الذي نشاهده، عدد الجرحى، الشهداء، هو يتحدث عن نفسه، هو يتحدث عن حجم الدمار. كان فيمكن لإسرائيل أن تناقض نفسها وتدعي أشياء على أرض الواقع تخلف شهداء بالأعداد. لا يمكنها أن تناقض نفسها، فهي الآن على خلاف مع الإدارة الأمريكية رغم أنها وافقت لها على اجتياح رفح ووافقت لها على المس في السيادة الفلسطينية والمصرية بوضع العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني وإزالة العلم الفلسطيني، والأكاذيب أيضا تصل إلى أكثر من ذلك. ادعوا بأن هنالك أنفاق تحت محور فيلادلفيا، ويوم أمس الناطق باسم الجيش أنكر ذلك وسحب ادعائي، بينما مصر نفت ذلك ليقول أن الأنفاق على بعد 14 متر في عمق الأراضي الفلسطينية وليس المصرية. طب إذا لماذا الأكاذيب ووضع الروايات والفرضيات وإلقاء التهم واللوم على المصريين فضلا عن الفلسطينيين، رغم أنه لا يثبت روايته، يضع النظرية ويريد أن يبررها أمام العالم حتى يبرر هذا القتل، ولكن أين سيهرب من محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية ومن الضمير الإنساني والعالمي؟ أين سيهرب بعد أن انضمت عديد من الدول لهذه المحاكم؟ أين سيهرب بعد هددوا المدعي العام للمحكمة الجنائية وتجسسوا عليه؟ أين سيهربون أختي الكريمة؟ لن يستطيعوا أن يهربوا، لأن هذه الجرائم كما قلت حضرتك واضحة وموثقة بالعديد من العدسات والكاميرات ومنها عدستكم وعديد من الفضائيات فضلا عن المؤسسات القانونية. لن يهربوا من قدرهم، وهم يتلقوا خسائر أيضا في رفح وفي جباليا. وأنت سألتيني لماذا ينسحبوا؟ لأنهم يتلقوا ضربات من فصائل المقاومة، ونتنياهو لا يستطيع أن يحقق أهداف الحرب بل يراكم هزيمة متراكمة هي تخلق تناقضات داخلية داخل الحزب ضد مجلس الحرب، داخل مجلس الحرب ومجلس الكابينيت. وهذا الانقسام واضح من الكنيست وواضح من خلال تصريحات أزينكوت يوم أمس وواضح من زعيم المعارضة لابيد. يعني لابيد وجدعون ساعر يدعون جانس إلى يعني أن يتنحى بنتنياهو عن أن ينسحب من رئاسة الوزراء لأنه فقد شرعيته ومصداقيته. هل بتعتقد بأنهم سيضغطون على اليمين المتطرف للانصياع لأصوات السياسيين وأيضا نبض الشارع الإسرائيلي؟ هذه ضغوطات مهمة أستاذتي الكريمة. أريد أن أذكرك دائما أنتم كإعلاميين تسألون كل هذا الضغط الشارع الإسرائيلي من أهالي الجنود وأهالي الأسرى والاقتصاديين، ولا تنفك الحكومة اليمينية ولا تنهار ولا تنفذ صفقة الأسرى، لأنه كان في سببين: الإدارة الأمريكية الضعيفة الغير جدية التي لا تضغط على الإسرائيليين، وسبب ضعف المعارضة. ولكن المعارضة الآن تنمو أكثر فأكثر، وهنا تحالف مع ليبرمان زعيم الوافدين الروس، وأيضا تحالف ما بين لبيد وساعر، وأيضا دعوة لأزينكوت.
وايضا اذا استطاعوا ان يؤمنوا اغلبيه قليله يعني 4 أصوات من الكنيسه تنهار الحكومه، لان نتنياهو يؤمن اغلبيه ضعيفه 64 من 120، انسحاب 4 وزراء ومنهم جالانت وزير الدفاع، يعني كمان 3 تؤدي الى انهيار الحكومه. الموضوع يتطلب فعلا انسحاب جانس وانضمام الى المعارضه وارتفاع صوت الشارع الاسرائيلي من اهل الجنود والاسرى حتى يدفعوا بنتنياهو ب يعني صفقه اسرى، او يؤدي الى انهيار الحكومه بانتخابات مبكره او بالعوده الى الكنيسه حسب اعتقادي. استاذ احمد، الداعم الرئيسي او اللاعب القوي كان هو الولايات ولا زال الولايات المتحده الامريكيه. كان هناك تخبط في مواقف الولايات المتحده الامريكيه في الفتره الاخيره نتيجه طبيعه الانتخابات، الحرج السياسي الذي وضعه فيها نتنياهو بافعاله الاجراميه. كان هناك تصريح ايضا لتنظيم القاعده بانه يدعم المظاهرات في الجامعات العربيه في امريكا، في الجامعات الامريكيه عفوا، التي تندد بالعدوان الاسرائيلي على غزه، ويدعو بشكل مباشر وصريح إلى أن يكون هناك بعض العمليات الفردية على الإسرائيليين. ألا تستشعر أمريكا الخطر من هذا التحول؟ تستشعر الخطر أصلا حكومة بايدن بعد أن ربطت مصيرها بمصير نتنياهو بالحبل السري، هذا أدى إلى خسارة إدارة بايدن، وأصبح أكسجين نتنياهو ثاني أكسيد الكربون لبايدن، وخسر ولايات متأرجحة فضلا عن ثورة الجامعات، فضلا عن غضب الجاليات العربية والإسلامية والفلسطينية. هو يريد أن يرضي الجاليات العربية والأقليات من جهة، ويريد أن يرضي اللوب الصهيوني الذي يدعم الدعاية الانتخابية، وهذا الأمر محال. هذا التناقض، ثورة الجامعات أصبحت مصدر للتوعية ضد إدارة بايدن. الآن بايدن يحاول أن يخرج من ذلك ومن الحرج والدفاع عن نتنياهو بمحكمة الجنايات والعدل الدولية، يريد أن يسرع الصفقة لكن نتنياهو يبطئ الصفقة، وبالتالي نتنياهو يدير الظاهر ويتحدى الإدارة الأمريكية رغم كل الدعم العسكري والمالي والسياسي والقبة الحديدية السياسية. نتنياهو يدفع بالإدارة الأمريكية إلى التهلكة، فهي هذه المشكلة. ولكن حينما يخرج كيربي في رفح ويقول أنه لم يرى أن هنالك عمليات واسعة، وحينما يقول أنه لم يرى أن إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر، وهو لم يرى كل هذه المشاهد وأجساد النساء تحترق، ونائبة الرئيس تقول أنها المشاهد مروعة ولكن لا يعكسها بقرارات سياسية على نتنياهو. التناقض واضح، الكذب واضح، الدفاع واضح، ولكن الأزمة العالمية واضحة. أصبحت دول العالم تعترف بفلسطين مثل النرويج وإيرلندا وإسبانيا، وعديد من الدول تحضر نفسها للاعتراف. هذا يحرج الإدارة الأمريكية، وهذا يدفع بصفعات ولكمات ضد الإدارة الإسرائيلية من محكمة الجنايات للعدل الدولي، اعتراف الدول لمجزرة رفح وحرق الخيام. كل ما يقوم الاحتلال بأي سلاح يرتد عليه بالضرورة، سلاح نعم. القصف ارتد عليه. يعني أريد أن أتوقف عند ذات النقطة، يعني ما تحدث عن تنظيم القاعدة وهو شئنا أم أبينا امتداد للعديد من التنظيمات. هذا التنظيم هو بالنسبة لأمريكا هو كابوس في تاريخها، عندما يشجع وينخرط في التجمعات الطلابية في الجامعات الأمريكية دائما ما تحمل في الأفق أو في السطح ما يبدو أنه يدعم القضية الفلسطينية، ولكن هناك أجندات خفية دائما لتنظيم القاعدة. ألا تخشى أمريكا من أن ينقلب السحر على الساحر وتصبح أمريكا في مهب الإرهاب؟ نعم، تخشى من ذلك، لأنها خاضت إرهابا منظما، دولة أمريكا ضد فيتنام وكوبا وأفغانستان والعراق والفلوجة، وأيضا ضد تنظيم القاعدة شيطنته بكل أهدافه و حطته على قائمة الإرهاب بعد 11 ديسمبر وأحداث الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هي شجعت نمو داعش في سوريا وفي الوطن العربي، ولكن انقلبت داعش عليهم، شجعوا كثير منظمات إرهابية تنقلب عليهم. هنالك خشية فعلا أن تنفذ عمليات داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو داخل عمليات انتحارية داخل قواعدها العسكرية المنتشرة في الوطن العربي مثل العراق وفي سوريا وفي الأردن وإلى آخره. إذا الولايات المتحدة فعلا تخشى من ذلك. تنظيم القاعدة طبعا ليس هدفه القضية الفلسطينية، لديه أهداف وثأر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كل ذلك يرتد على الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تمد اليد للإرهاب الإسرائيلي والمجازر الإسرائيلية والمحرقة الإسرائيلية، فبالضرورة ذلك أن يرتد عليها. لذلك عليها أن توقف الحرب سريعا، وعليها أن تجري في صفقة أسرى، وعليها أن لا تروج لنا الأكاذيب وحلول الدولتين
طريقة كاذبة، بل عليها أن تكون ذات مصداقية بدعم مسعى الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين، وعليها هي نفسها أن تقوض الاستيطان وتلجم الإسرائيلي بدلا من أن تمد له الدعم العسكري والمالي والسياسي. أشكرك سيد أحمد الصفدي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من القدس المحتلة. وإلى كوريا الجنوبية التي أعلنت اليوم أن جارتها الشمالية أطلقت حوالي 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى تجاه البحر الشرقي، مشيرة إلى أنها رصدت إطلاق بيونغ يانغ صواريخ في منطقة سونان صباح اليوم، وقد حلقت الصواريخ مسافة حوالي 350 كيلومترا قبل سقوطها في البحر الشرقي. ويشير ذلك إلى أنه من الممكن أن تكون الصواريخ قد أطلقت من قاذفات صواريخ متعددة كبيرة من طراز KN-25. لمزيد من التحليل بينضم إلينا من ولاية مينيسوتا الأمريكية العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري. أرحب بك سيد ناجي. أهلا سيادة يعني العميد، سأتطرق لموضوع العشر صواريخ الباليستية، ولكن دعني أبدأ معك في إمطار الحدود ما بين الكوريتين بوابل من المناطيد المليئة بالقمامة التي تحمل الورق والنفايات وما إلى ذلك، يعني رداً على ما أرسلوه من منشورات تحرض على الانقلاب أو على التحرك الداخلي لكوريا الشمالية أو لشعب كوريا الشمالية على الحكم. يعني رد فعل غريب، يعني نرى ردود أفعال مختلفة، لماذا هذا إذا صح التعبير الجنون في رد الفعل؟ يعني على لسان شقيقة رئيس كوريا الشمالية أنها استهزأت بكلام كوريا الجنوبية وأيدت هذا العمل الذي قاموا به بإرسال المناطيد التي تحمل قمامة، وإنها رسالة. اليوم منذ بداية هذا العام يبدو أن استراتيجية كوريا الشمالية هي المزيد من الحصول على القدرات الدفاعية، وكذلك عندما يعلن رئيس كوريا الشمالية بأن ليس لدينا عدو إلا كوريا الجنوبية، وبالتالي أقفل كل الوكالات التي كانت أقيمت سابقا منذ حوالي سنتين لدراسة توحيد البلدين، أقفل كل الوكالات، ويبدو أنه يحاول أن يعني أن يقيم يعيد دفاعاته الجوية والباليستية والصاروخية إلى المستوى العالي، نظرا لما تفعله اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة من مناورات مشتركة ومن تعاون عسكري مشترك. هذا يخيف كوريا الشمالية بهذا الاتجاه، لذلك سلكت إلى طريق يعني تقوية دفاعاتها سواء الصاروخية أو الباليستية. هل تعتقد بأن السبب هو القلق من فكرة الاختلاف السياسي ما بين الكوريتين وأيضا الاختلاف مع أمريكا، أم أنه جاء عقب فشل إطلاق القمر الصناعي الذي قبل 24 ساعة؟ نعم، فشل القمر الصناعي، وهذا كذلك ممكن يعني لا تقف كوريا الشمالية أمام فشل إطلاق واحد، يعني ستعيد الكرة كما قال رئيسها، ولكن هي امتلكت حتى اليوم صواريخ فرد صوتية بسرعة، صواريخ باليستية بسرعة 5 أضعاف سرعة الصوت، ويقول رئيس كوريا الشمالية بأن لا مكان في العالم لا تصله هذه الصواريخ، يعني هو يطور دفاعات سواء وسائل الإطلاق سواء الوقود الجامد الصلب بدلا من الوقود السائل، وهو يعطي سرعة أكثر. وكذلك اعتبارا من فبراير الماضي أطلق صاروخ باليستي من غواصة، وهو ممكن أن يسير في ارتفاعات منخفضة ولا تكتشفه الرادارات، ويمكن التحكم برأسه الحربي كذلك، يعني هناك تنمية قدرات. ما يخيف أمريكا، ما يخيف كوريا الشمالية ليس كوريا الجنوبية فقط، التوجه الأمريكي بدعم تايوان بسبع مليارات دولارات من الأسلحة مقابل الصين، وكذلك تعاون الكوري الشمالي مع روسيا وإعطائها بدل يعني
معظم الأسلحة الكورية الشمالية دعم لروسيا لموسكو، وهذا ظهر في زيارة وزير الخارجية الروسي إلى كوريا. بالتالي هذا التعاون يعني أصبح هناك قطبان في المنطقة، الصين كوريا الشمالية مع روسيا، واليابان كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، ممكن أن يزيد التسلح ويزيد القدرات الدفاعية. القدرات الدفاعية سيد يعني ناجي العميد ناجي، وأنت يعني تعي جيدا بأن لديهم أيضا ليست فقط قدرات دفاعية ولكن هناك قدرات نووية. هل بتعتقد بأن التسليح المتنامي لكلا القطبين، يعني ذكرت يعني فريقين تكتلين، هل بتعتقد بأن التسليح المتنامي مع زيادة حدة التوترات على الحدود ما بين الكوريتين سيؤدي إلى مشكلة أعمق وأكبر في الفترة القادمة؟ النووي هو سلاح رادع، سلاح رادع، ولكن كل دولة تمتلك هذا السلاح لديها استراتيجيتها. استراتيجية أعني هنا الضربة الأولى أو الضربة الثانية. الصين والولايات المتحدة مثلا تعتمد صيغة الضربة الثانية، إذا ما ضربت بالنووي لديها إمكانية الضربة الثانية من غواصة أو حتى من طائرة يعني، ولكن لا تستعمل هذا السلاح إلا إذا استعمل ضدها. ولكن مثلا روسيا أو ما أعلنته فرنسا منذ حوالي يومين بتجربة إطلاق صاروخ نووي قصير المدى، هو تكتيكي جديد يعني الجيل الرابع من الصواريخ، فرنسا مثلا وموسكو تعتمد أن أي عدم استقرار، أي موضوع يهدد الاستقرار في فرنسا أو في روسيا لها الحق بالضربة الأولى النووية. اليوم يعني أن لحد الآن لم يتم تطوير هذا العمل. كوريا الشمالية لا تعلن أي استراتيجية لديها، ولكن أعتقد أن إذا ما كذلك إذا ما جرى العبث باستقرار كوريا أعتقد أنها ممكن أن تستخدم السلاح النووي. وإن استخدمته يعني سيادة العميد، أنت الآن تتحدث على العديد من المناطق الساخنة، كل منها يلوح بالسلاح النووي وبالرؤوس النووية، هل العالم سيقف مكتوف أو منظمة الأمم المتحدة عندما ننتقل إلى هذا الموضوع الشائك الذي أصبح لبعض الدول حق اللعب أو تهديد حتى من قبل أي جانب؟ سنرى في الفترة القادمة قوانين مقننة رادعة للدول حتى لا تلعب بأرواح العالم وليس فقط الدول المعادية لها. يعني تتكلمين عن الولايات المتحدة أو روسيا أو الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، هؤلاء يستخدمون حق الفيتو ضد أي مشروع قانون ممكن أن ينظم هذا، أي عمل بهذا الاتجاه. ورأينا يعني كيف تحمي اليوم روسيا، تحمي يعني كل ما فعلته في أوكرانيا مثلا بالفيتو، كذلك أمريكا تحمي ما تفعله إسرائيل كذلك اليوم، ولا يمكن إصدار قوانين. اليوم القوانين الناظمة هي استراتيجيات للدول العظمى، لا ليست الدول الفقيرة التي تمتلك هكذا أنواع أسلحة. باكستان مثلا أو كوريا من خارج هذا، أو إسرائيل من خارج الدول الخمس دائمة العضوية، هما الوحيدتان التي تمتلك السلاح النووي. بالتالي يعني كل يقدر الظروف ولا يعتبر إلى أي قوانين دولية. نعم أنا مع إصدار قوانين دولية، ولكن ما نراه أن القوانين الدولية لا تحترم وكل دولة تنفذ استراتيجيتها في هذا الموضوع. طيب هل يحق لكوريا الشمالية، يعني هناك كانت تصريحات بأن كوريا الجنوبية وأيضا أمريكا تتجسس على كوريا الشمالية والداخل الكوري الشمالي، وجاءت هذه الصواريخ ردا على ذلك وبالإضافة إلى مناطيد القمامة وما إلى ذلك، هل فعلا كوريا الشمالية محقة في الرد ويوجد استفزاز مباشر لها؟ نحن لا ننسى أن ينتشر في كوريا الجنوبية 40,000 جندي أمريكي، ولا ننسى أن كل سنة تخرج مظاهرات ضد هذا الوجود الأمريكي وضد عدم توحيد الدولتين. يعني عندما حاول الرئيس ترامب سابقا بال2016 عندما دخل إلى كوريا الجنوبية وحاول
حاول يعني إعادة توحيد الدولتين. رأينا أن الموضوع لا، الإدارة الأمريكية الحالية تلجأ إلى الحروب بالعالم. 95 مليار دولار أقرت في هذه الإدارة في الكونغرس لدعم 60 مليار لأوكرانيا، 24 مليار لإسرائيل، و7 مليار لتايوان. يعني هذا نعم على كوريا الشمالية أن تقلق من هذا التوجه الجديد، وكما قلت لك هي لا تلتزم بالضربة الثانية، ممكن أن تلجأ إلى النووي في حال عدم الاستقرار أو ما يهدد استقرارها. سيادة العميد ناجي ملاعب المحلل والخبير العسكري، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من ولاية مينيسوتا الأمريكية. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في منتصف النهار وهاشتاج غزة، لكن بعد فاصل قصير كونوا في انتظارنا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وإلى هاشتاج غزة الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مع استمرار الغارات الجوية التي يشنها طيران الاحتلال على قطاع غزة، وهو ما يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين معظمهم من الأطفال والنساء. ويعاني قطاع غزة من القصف العنيف منذ 7 أكتوبر نتيجة عملية الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الذي واصل عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، ليس جوا فقط بل جوا وبرا وبحرا، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى. وعلى إثر ذلك تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر مجموعة من التدوينات على موقع إكس تويتر سابقا، وأول تغريدة معنا اليوم هي من فلسطين الذي قال فيها من غزة رفح: اللهم نستودعك فلسطين وكل أهالي غزة ورفح، فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام. ومذيلا تغريدته بهاشتاج غزة رفح. أما محمد فرحات كتب: كلما ازداد توحش المستعمر اقتربت نهايته. من جانبه قالت ريمي: اللهم ألطف بإخواننا في رفح في قطاع غزة واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. فيما غرد غزة العزة: نصركم الله وأذل بكم أعداءه. هكذا نكون قد استعرضنا معكم اليوم مجموعة من التغريدات حول ردود الفعل من قبل رواد التواصل الاجتماعي على تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. لمزيد من الاستقراء بينضم إلينا من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بشير يعطيك العافية، أطلعنا على المستجدات لديك ومع الأقاويل الخاصة أو مع ما وردنا الصباح من مفادنا من يوسف كويك بأن أبو كويك بأن هناك انسحاب من جباليا. هل بتعتقد أن هذه الانسحابات الآن مستمرة أم تراجعت؟ تحية لكم. يعني ما حدث في جباليا بالتحديد هو إعادة تموضع للآليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الشرقية من مخيم جباليا، انسحب من بعض المربعات السكنية ولكن إعادة التموضع في المنطقة الشرقية من هذا المخيم على طريق صلاح الدين في محافظة شمال قطاع غزة، ومن ثم عاد بعض الفلسطينيون الذين حاولوا الوصول إلى مناطق مخيمهم المدمر فباغتتهم
استخدام هذه الآليات وكذلك الطائرات المسيرة بالأجواء بإطلاق النيران والقذائف صوبهم بشكل كبير، مما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من المواطنين ما بين شهيد أو مصاب. نقل على إثر هذه الإصابات إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة نظرا لتوقف المستشفيات في قطاع غزة عن العمل جراء هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على شمال القطاع. الحال في شمال القطاع لا يختلف كثيرا عن الحال في جنوبه، حيث الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في مدينة رفح والتي لم تتوقف صراحة عن إطلاق قذائفها ورصاصها باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم. تشارك هذه المدفعية كذلك الطائرات الحربية الإسرائيلية التي لا تتوقف عن شن إغارات واستهدافات متتالية وعنيفة باتجاه المناطق الشرقية والوسطى وكذلك الغربية من هذه المدينة. قبل قليل كان هناك تحليق مكثف من الطائرات المروحية العمودية وكانت تقوم بإطلاق نيرانها باتجاه المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة الشرقية والوسطى من مدينة رفح، بالإضافة إلى إطلاق النيران المكثف من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه المنطقة الغربية لهذه المدينة والمكتظة بالنازحين الفلسطينيين الذين ينصبون في غرب مدينة رفح وكذلك غرب مدينة خان يونس وهي المنطقة المعروفة بالمواصي، ينصبون بداخله آلاف. طيب يعني بشير، بشير أريد أن أعلم لديك ما هو الوضع الحالي، يعني النازحين بالنسبة لهم أين يذهبون، ما هو حالهم، هل يقوموا بالانتقال إلى مناطق أخرى بعد هذه الاعتداءات الغاشمة وحرق خيامهم، أم هم متمركزون في ذات المناطق التي ادعى الإسرائيليين بأنها آمنة؟ حقيقة يعني لا يوجد أي مناطق آمنة في قطاع غزة. الاستهدافات الإسرائيلية لخيام النازحين وحرقها تمت في داخل هذه المناطق التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة آمنة، وبالتالي لا يوجد أمام النازحين الفلسطينيين أماكن أخرى للجوء إليها بعدما نزحوا قصرا من منازلهم ومناطق سكناهم إلى المنطقة الغربية وهي منطقة المواصي ويعيشون فيها حتى هذه اللحظة في داخل خيام لا تقي حرارة ولا برودة ولا حتى توفر لهم الأمن والأمان. وضحت الصورة بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من خان يونس، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام المنتصف، منتصف النهار. نذكركم دائما أن في كل يوم هو نهار جديد، فاجعل الابتسامة هي دائما كل منتصف نهارك. أترككم الآن في رعاية الله وإلى اللقاء في القاهرة الإخبارية.